روني ويليامز النجم الويلزي ورياض محرز يحرز الهدف الاول. يا محرز كان عايز يجري وراك في اللقاء الاول بعد ما سجلت هاتريك. الهاتريك ايه؟ الثالث في تاريخ نادي ليستر سيتي مع ايان مارشال ومع كولي مور. شوف هنا خطا قاتل من جانب اشلي ويليامز. رياض محرز لم وسدد باقتدار يسجل الكره يضعها في المرمى، هدفه رقم 17. هديه من جانب اللاعب اشلي ويليامز. ورياض محرز هو اللي بيحرز، هو اللي بيسجل، هو اللي بيتقدم. شوف لمز يا ولد يا على المتعه على المتعه. ورانييري امامنا اهو. الحل ايه؟ الحل محرز. تقول لي فيردي ولا غيره؟ رياض محرز مفيش غيره. سجل يا محرز امامنا الهدف الاول اهو بعد 11 دقيقة.